مشاهدين أجواء جميلة ومشمسة خلال الأيام القادمة إن شاء الله، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة لما السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصور المتوقع في الأيام المقبلة متفاوتة ما بين 7 إلى 10 درجات مئوية. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي على مدينة الكويت. أجواء مشمسة والرياح شمالية غربية سرعتها 7 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 19 درجة مئوية. الرطوبة النسبية لا زالت مرتفعة 61% بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة 9 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح عبور لبعض السحب المتفرقة، من المتوقع أن السحب تقل تدريجيا ابتداء من الليلة، وأيضا مع دخول مرتفع الجوي على مدينة الكويت ودولة الكويت وأيضا أجزاء من منطقة شبه الجزيرة العربية. الليلة طقس بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة المتوقع في منتصف هذه الليلة متفاوتة ما بين 10 إلى 13 درجة مئوية على المناطق الساحلية. بالنسبة لجزرنا الشمالية وربا بوبيان فيلتها ما بين 13 إلى 16 درجة مئوية. المناطق الغربية من البلاد السالم الشقاية قد تصل إلى 10 درجات مئوية، لدى النوه مرتادي البر وأيضا أصحاب المخيمات أنهم يثقلون باللبس. في مساء الغد درجات الحرارة العظمى المتوقعة على المناطق الساحلية قد تصل إلى 18 درجة مئوية، وأيضا المناطق البرية قد تصل إلى 17 درجة مئوية. أجواء مشمسة واستمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة جيدة لممارسة أي نشاط بحري، وحالة البحر إن شاء الله خفيفة إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت: موعد أذان الفجر في الساعة 5:11، موعد شروق الشمس في الساعة 6:36 بالنسبة لغروب الشمس في الساعة 4:53. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله أجواء مشمسة وجميلة ممارسة أي نشاط خارجي، وأيضا مرتادي البحر، وحالة البحر في الأيام المقبلة ما بين 1 إلى 4 أقدام وخفيف إلى معتدل الموج، واستمرار الرياح الشمالية الغربية ابتداء من يوم الغد حتى يوم الأحد. أجواء مشمسة ولكن من المتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية، بالنسبة للعظمى متفاوتة ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا على المشاهدة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.